مشاهدين أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في جولتنا الإخبارية السودان هذا المساء من قناة الشروق. أبدأها بالعناوين. المجلس السيادي يوجه بإصدار أطلس لضبط حدود السودان مع دول الجوار. مجلس السيادة يقول إن مفاوضات جوبا مع الحركات المسلحة في موعدها. شكاوى من تصاعد أسعار السلع ومواطنون يطالبون السلطات بضرورة تفعيل الدور الرقابي في الأسواق. أهلا بكم مشاهدينا. وجه مجلس السيادة الانتقال بتأجيل ترسيم الحدود في الولايات، خاصة المناطق التي حولها اختلاف، وشدد على ضرورة ضبط كل الخرائط التي تظهر حدود السودان وإنتاج أطلس خاص يظهر حدود السودان مع دول الجوار، وعدم اعتماد أي خرائط لا ترسمها المفوضية. واطلع المجلس خلال اجتماعه اليوم برئاسة رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان على سير الأداء بالمفوضية والمعوقات التي تواجهها وسبل تذليلها، وأكد دعمه للمفوضية القومية للحدود بما يمكنها من القيام بدورها على الوجه المطلوب باعتبارها الجهة الرسمية المنوطة بها تحديد حدود السودان الحقيقية لفرض السيادة عليها. وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس محمد الفكي سليمان في تصريحات صحفية إن تأجيل مناقشة الحدود جاء تماشيا مع الحوار الجاري مع حركات الكفاح المسلح والمجموعات المطلبية بجوبا حول السلام ولما يترتب عليه من توزيع للثروة في بعض الولايات. وأوضح الفكي أن المجلس وجه بإكمال إنشاء المجلس القومي للحدود بمشاركة عدد من الوزارات ذات الصلة ليعمل جنبا إلى جنب مع المفوضية استعدادا لترسيم كامل للحدود. كما وجه مجلس السيادة بتأجيل ترسيم الحدود في الولايات خصوصا في المناطق حولها اختلاف حتى يتماشى هذا الأمر مع الحوار الجاري في جوبا حول اتفاق السلام مع حركات الكفاح المسلح ومع المجموعات المطلبية، لأنه معروف أن هنالك عدد من الولايات لديها خلافات حول حدودها الداخلية، وهذا الأمر مهم جدا لأنه بترتب عليه توزيع للثروات وتوزيع للمعادن في بعض الولايات وغيرها. كما أكد الاجتماع على ضرورة ضبط الخرائط التي تصهر حدود السودان، ووجه أيضا بإنتاج أطلس خاص بخريطة السودان. أكد مجلس السيادة الانتقالي على الاستمرار في مفاوضات جوبا بين الحكومة والحركات المسلحة في وقت أكد فيه التزام الحكومة بانطلاقة الجولة الثانية من المفاوضات في موعدها المحدد في 21 من الشهر الحالي. وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس السيادة محمد الفاكي في تصريحات صحفية إن الجانب الحكومي يستعد للجولة المقبلة للمفاوضات، وأشار إلى أن الوفد سيتوجه إلى الخميس المقبل إلى عاصمة جنوب السودان جوبا. من جانبه قال القيادي بالجبهة الثورية ياسر عرمان إن الجبهة تعقد اجتماعاتها حاليا بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا في الوقت الذي لم يؤكد فيه انطلاق المفاوضات من عدمها. كشف والي جنوب كردفان المكلف رشاد عبد الحميد إسماعيل عن تفاهمات مشتركة بين حكومة الولاية والحركة الشعبية قطاع الشمال تتصل بتحركات المواطنين في الولاية وفق النظم المتفق عليها بين الطرفين، وذلك تمهيدا لمرحلة السلام المرتقبة. وتفقد الوالي المكلف اليوم مقر رئاسة مفوضية العون الإنساني الولائي بحاضرة الولاية مدينة كادوغلي، وأوضاع النازحين القادمين من مناطق البرام، وأشار إلى أن خطوة فتح المعابر والأسواق التي تمت بواسطة الحكومة هدفت لتعزيز الثقة والتواصل بين المواطنين بمناطق سيطرة الحركة الشعبية شمال ومدن الولاية. وأوضح أن المبادرات التي قادتها الحكومة والإدارات الأهلية وأبناء الولاية الحادبون بمناطق البرام دلامي هيبان والدلنج أسهمت بشكل كبير في تحقيق السلام الاجتماعي. وأكد أن التدفق المتزايد للنازحين والذي شهدته الولاية هذه الأيام يدل على أن السلام الاجتماعي أصبح واقعا ومعاشا. قالت مفوضة الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان بريل كوفلر إن البلدان ذات النفوذ في شرق إفريقيا تواجه حاليا تحديات للتحول السياسي، ودعت في الوقت ذاته إلى دعم الحكومة السودانية خلال المرحلة الانتقالية.
وقالت في تصريحات صحفية إن السودان الديمقراطي شريك وثيق لألمانيا وأوروبا ويعتبر نموذجا يحتذى به في المنطقة بأسرها، وشددت على ضرورة احترام السودانيين الذين خاطروا بحياتهم من أجل الحرية والسلام والديمقراطية، ودعت إلى دعم الخرطوم خلال المرحلة الانتقالية الراهنة. أكد اجتماع لجنة تسيير المسح العنقودي متعددي المؤشرات على أهمية المسح العنقودي لما له من تأثير مباشر على الصحة والأسرة والطفل وأهميته في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث إنه يحتوي على 30% من مؤشرات التنمية. وأمن الاجتماع الذي ترأسه وزير شؤون مجلس الوزراء عمر بشير مانيس على ضرورة الإعداد الفني لتنفيذ مشروع المسح العنقودي، والذي من خلال عقد ورشة تحضيرية لتصميم المشروع بمشاركة الجهات ذات الصلة على أن تعقد في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل. دشنت حكومة ولاية الخرطوم عمليات التشغيل التجريبي للقطار المحلي توطئة لدخوله الخدمة رسميا في 21 من الشهر الجاري. وقال والي الخرطوم أحمد عبدون إن حكومته تسعى لإيجاد حلول جذرية لأزمة المواصلات التي تعاني منها الولاية، وقال إن مشروع القطار يمثل أحد أهم الحلول التي ترتكز عليها الولاية في حل الأزمة. وقال إن القطار سيغطي في المرحلة الأولى المحطة الرئيسية في الخرطوم وحتى منطقة الجيلي شمالا، كما يغطي منطقة الشجرة والسوبة جنوبا بواقع 10 جنيهات للمواطن و5 جنيهات للطلاب. وقال إن المرحلة المقبلة ستشهد توسعة في المركبات وخطوط السكك الحديدية، إلى جانب دخول عدد من الباصات من المملكة العربية السعودية ودولة قطر لحل أزمة المواصلات. انتهينا من المرحلة الثانية للرحلات التجريبية لقطار الخرطوم للركابة والقطار الخرطوم المحلي. الرحلة الأولى كانت لجنوب الخرطوم لمنطقة الشجرة، والمحطات الوسيطة كانت الرميلة والماء بحر أبيض وحتى الشجرة. وطبعا الرحلة دي عشان ما نشوف الأخطاء أول ملحوظات التخطيط النظري، يعني احنا هسه اشتغلنا شغل عملي ولقينا لابد انه نعمل محطة أخرى بين اللماب وبين الشجرة لأنه هناك في كثافة سكانية، وإن شاء الله حتكون دي محطة زيادة. شكت قطاعات واسعة وفئات مجتمعية بالولايات الشمالية من الارتفاع الجنوني للأسعار بصورة عامة، وما تشهده الأسواق من ترد واضح وعدم انتظام ما بين حركتي البيع والشراء. ونادى مواطنون بضرورة تفعيل الدور الرقابي للأسعار، فيما طالب آخرون المنتجين بتوخي المصداقية، مشددين على أن الأسعار بدأت تشهد انفلاتا غير مسبوق في ظل تدني الإنتاج، داعين لأن يتبع التغيير السياسي تغييرا في المجالات الأخرى خاصة الاقتصادية. في ظل ما تشهده الأسواق بما تصفها القطاعات المختلفة هنا بالولاية الشمالية من مظاهر للجشع ومفارقات الأسعار وعدم توازن المعروض بما هو مستهلك، يتجه البعض إلى وصف الحالة الاقتصادية بالمتردية، مردها الحالة السياسية في مراحلها الأساسية. يعني نناشد كل المواطنين إنه يكونوا رحماء على المواطنين، على كل الباعة والتجار وفي الأسواق يكونوا رحماء على أهلهم والمواطنين، وهؤلاء جزء منهم. فطالما حصل تغيير نحن نتمنى إنه يا جماعة الناس تترك لنا الموضوع، يعني الجهات الحكومية المختصة يكون في رقابة دائمة للأسواق وللأسعار، ويكون في رقابة وندعي التجار عدم الاستغلالية والجشع. الحالة الراهنة للأسواق وحركة البيع والشراء يبعث البعض الآخر من مواطني الولاية برسائل في بريد الحكومة الانتقالية، ولكن رسالة السيد رئيس مجلس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك بنناشده بشدة إنه لسه إحنا شايفين جشع وبشع في جميع أنحاء السودان وبالأصح الولاية الشمالية. الولاية الشمالية التي تنعم بخيرات عديدة. السلام وملفات السلام هي بأهمية بمكان، ولكن لابد من الالتفات لمعاش الناس. فالدولة فيها التخصصات الكافية بأنه ناس يكونوا في ملف السلام وناس ينتبهوا لمعيشة الناس. ففي غلاء في الأسواق والثورة السودانية
يعني فيها المتطلبات الحرية والسلام والعدالة، وفي دافع كبير كان دفع الناس انه يطلعوا للسوار المعيشة وغلاء المعيشة وتعب الناس. مواطنون وتجار ومستهلكون بفئاتهم المختلفة يتفقون في كل ما يعتري الأسواق من ترد وعشوائية في سبيل الحل والمعالجة، وإن يرون الحل بعيدا عن الأمان ما لم تتخذ إجراءات شديدة الصرامة. بصورة عامة كده بصراحة يعني المواطن السوداني في كهله كل القلاء الحاصل له، وهو المتضرر الأساسي. نحن ندعو يعني الحكومة الانتقالية لأنه تقوم بالإصلاحات الاقتصادية السريعة وتطع فرص تطع خطط لأنه يا أخي الاقتصاد يمشي لقدام إن شاء الله. وشكرا، ونتمنى من أنه الناس المسؤولة هسي حاليا يرجعوا للسوق وينظفوا لنا الناس القدام، لأنه الناس القدام هم اللي صايدين الغلا وهم المبشرين الناس وهم المعزمين البشر. فالكلام ده بيرجع للشغل القديم، ما زال موجود ولليلة موجود جوا البلد. دايرين الغلا ده يقيف، أرجعوا للناس التجار القدام، هم المغلين البلد وهم المبشرين السوق وهم المسيطرين على كل شيء. وتظل حركة البيع والشراء على حالها مستمرة برغم ما بالأسواق من غلاء وعشوائية وانعدام للرقابة. غلاء في المعيشة وارتفاع في الأسعار وتصاعد في حدة الظروف نحو مزيد من الفاقة والضيق في انتظار الفرج والسعة. أحمد هلال الشروق، الولاية الشمالية، بنغلاد. ولمتابعة هذا الموضوع تصاعد الأسعار ينضم إلينا في الاستوديو رئيس جمعية حماية المستهلك دكتور نصر الدين شلقامي. دكتور مساء الخير. مساء النور. حالة ودوامة تصعيد وصعود دائم للأسعار في السودان، كل يوم هناك فل لكن يخيب هذا الفل، وهذه مشكلة كبيرة جدا. نحن الأمام أمام تحدي جديد، يعني الأسعار متصاعدة، هناك تخوف كبير جدا. إلى أين يتجه السوق؟ في الواقع إذا نظرنا لسياسة التحرير اللي طبقت من عام 1992 بنجد إنها كانت سياسة خاطئة في البداية، وفهمها ذاته فهم خاطئ. يعني الناس فهموها على أساس إفلات في السوق، إنه تبيع أنت زي ما داير، تصرف زي ما داير في السلع في أي وقت من الأوقات من غير مبررات. أنت ممكن تحتكر السلعة وتبيعها بأي سعر ممكن، وده الفهم الخطأ لسياسة التحرير. وسيادة التحرير كبلت. ما هو الفهم الصحيح؟ الفهم الصحيح انه لا تعني سيادة التحرير الانفلات. نعم. ولا تعني انه اي واحد يبيع زي ما عاوز. لا بد ان يكون في وجود لسلطة تتحكم في الاسواق. هذه السلطة غير موجودة تتحكم في الاسعار. هل موجودة السلطة؟ نحن حسب السياسة، حسب سياسة التحرير الاقتصادي، ما نقدر نقول لواحد والله يا اخي بيع السلعة دي بكده ولا كده. ما لم تصدر لوائح جديدة من وزارة التجارة. وبهذه المناسبة وزارة التجارة لابد أن تستعيد سلطاتها. سلطات وزارة تقلصت في المرحلة الفاتت في 30 سنة الماضية. حولت معظم السلطات بتاعة وزارة التجارة لوزارة المالية ولجهات أخرى. وأصبحت وزارة التجارة الخارجية ولا تعنى أبدا بالتجارة الداخلية. فنحن كنا في اجتماع كجمعية لحماية المستهلك مع السيد وزير التجارة، وتحدثنا معه بصراحة شديدة في أن ترجع كل سلطات وزارة التجارة، وهو يعمل حسيسا لإرجاع هذه السلطات. طيب إذا ما رجعت هذه السلطات، هل بالإمكان وقف جماح هذه الأسعار أو تصعد هذه الأسعار؟ نحن نرجع لأسباب زيادة في الأسعار. نلقى أول حاجة الانفلات، يعني أسبابه الرئيسية هو احتكار السلع. في احتكار كبير جدا للسلع، وفي قانون ما مطبق، قانون عند وزارة التجارة ولم يطبق، اللي هو قانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار. القانون ده إذا طبق هيساعد كثير جدا في تخفيض الأسعار. وجود لوزارة التجارة في داخل الأسواق مهم جدا. الليلة ما في وزارة التجارة، ما موجودة في الأسواق. يعني لو مشينا السوق المركزي في الخرطوم، السوق المركزي ده سوق كبير جدا ضخم، وسوق الخرطوم بحري وسوق درمان، وكل هذه أسواق كبيرة خالص فيها مئات أو عشرات المئات اللي تدخل كل يوم، وسلع مختلفة تدخل، وما في رقيب عليهم ولا في أي نوع من الضبط الانضباط. إلا أن إحنا لو الليلة شفنا سوق المحاصيل
منضبط. نعم. في 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 القضارف او في الابيض في بورصه. نعم. البورصه هي بتضبط السوق. نعم. بتضبط السوق وبتضبط الاسعار. نعم. فنحن ليه ما يكون عندنا بورصه للسلع في الاسواق الرئيسيه؟ نعم. فنحن بنناشد وزاره التجاره وتكلمنا مع السيد الوزير انه تكون في مكاتب لوزاره التجاره في الاسواق وتكون في بورصات للسلع المختلفه. فاذا توجدت هذه البورصات بتبعد السماسره. والسماسره هم السبب الرئيسي في زياده الاسعار. وانا اديك مثل بسيط جدا. نعم. اللي هو اللحوم. نعم. اللحوم دي بتطلع من السلخانه ما في زول حس لو سالته يوريك سعرها حتى ناس وزاره التجاره. نعم. تطلع الكيلو بكم بتاع الضان ولا العجالي. نعم. لانه في جهات معينه محدوده محتكره هذه اللحوم بتمشي تشتريها وبتجي تديها للجزار باسعار عاليه جدا لكن باجل. نعم. يدفع بعد شهرين بعد ثلاثة شهور. ايوه. عشان كده بيجيني وتجيك باسعار عاليه. نعم. وده بينطبق على كثير جدا من السلع الاخرى. حتى البطيخ والشمام وغيره وغيره كل هدية بنجد انها تحكموا فيها اشخاص معينين ما في انضباط في الاسواق فلا بد. طيب ما هو المطلوب حتى من المستهلك نفسه؟ المستهلك من حقه اول حاجة ان هو يعرف السلعة دي تكلفتها قدر شنو. يعني مثلا اقول قزازة مشروب مفروض تكون في اسعار تأشيرية تعلن يوميا او اسبوعيا وده شغل وزاره التجاره. ايوه. عندهم قسم اسمه التسعيره. نعم. القسم ده كان موجود وعنده خبراء بيعرفوا سعروا اي سلعه ويعرفوا اسعارها كيف، يعرفوا انه ترحيله بكلف كم، انتاجه بكلف كم، جماركه كم، بعد كده انا من حقي انا ومن حق المستهلك انه يعرف السعر التاشيري. نعم. بعد كده هو يشتري يمتنع يمشي في شكل نقابات يوقف شراء السلع. يعني ثقافة الغالي متروك. نعم. هذه الثقافة مهمة جدا. هناك تخوف يا دكتور من إذا ما تم تحديد الأسعار ربما تختفي هذه السلع. لا تختفي أبدا. لا، التحكم في الأسعار التحكم في السوق هو المهم. إذا في وجود لسلطة في داخل الأسواق لا تختفي هذه السلع. لأنه قانون منع الاحتكار بيسمح للسلطة إنها تدخل تفتح المخزن تطلع السلع تبيعها للمواطنين. لانه ما فعل. نعم. يعني البصل، عندك البصل، البصل كان مخزن الفتره اللي فاتت. عشان كده اسعاره ارتفعت شديد جدا جدا. لو السلطه الليله وزاره التجاره استعملت سلطاتها وكان عندها وجود في الاسواق كان مشت فتحت المخازن دي وباعت السلطه باعت البصل للمواطنين. نعم. باسعاره اللي هي معروفه يعني اسعار الانتاج. لكن ايضا هناك من يقول بان التجار هم الان اقوى من السلطه. دائما في اي مكان في العالم رجال الأعمال والتجار هم دائما سلطة عالية جدا. لكن القوانين هي التي تحكم. قوانين دائما هي تحكم. يعني بلد زي دولة الأمارات طبقت قوانين التجارة الحرة من سنوات. لكن في سلع خط أحمر. نعم. أسعارها لا تزيد أبدا، ما تزيد أبدا، السلع الأساسية. نعم. وده الحقيقة الطلب بتاعنا اللي احنا قدمناه للسيد وزير التجارة. نعم. اللي في 10 سلع أساسية لابد أن تسعر مهما كانت اللي هي مثلا ناخذ الفول، ناخذ السكر، العدس، الرز، الزيت، الصلصة، البصل، الأشياء الأساسية اللي بتستعملها أنت كل يوم، اللي بيستعملها أي بيت سوداني لا يستغنى عنها. يعني لا يعقل إنه الزيت يكون سعره اللتر نص اللتر يكون ب 100 جنيه 150 جنيه، لا يعقل يعني. نعم. معذرة نكسب الوقت، آخر ما توصلتم إليه مع السيد الوزير والمخرجات. آخر ما توصلنا له إنه يجد الوزير ثغرات في القوانين الموجودة في وزارة التجارة لتطبيق هذه اللوائح ويصدر لوائح لتسعير سلع بعينها وإصدار سلع أسعار تأشيرية للسلع دي. نحن أنت متفائل بهذه الخطوة؟ إن شاء الله. نحن وجدنا دعم كبير جدا من السيد الوزير وجدنا تفهم منه كبير ونتمنى أنه العاملين في وزارة التجارة يساعدوا الوزير في هذا العمل. بالتوفيق الدكتور نصر الدين شلقامي رئيس جمعية حماية المستهلك، كنت معنا مباشرة في الخرطوم في الاستوديو، أشكرك وهذا ما سمح به وقتنا، شكرا جزيلا.
أعلنت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية بولاية شمال كردفان ارتفاع نسبة التردد على المؤسسات الصحية خلال العام الحالي من 23 إلى 75% بفضل التوسع في المؤسسات الصحية والتركيز على خدمات الرعاية الصحية الأساسية بالمستشفيات الريفية. وقالت المدير العام لوزارة الصحة بالولاية آمال خليل خلال تنوير إعلامي أن الوزارة تتطلع لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمنظمات المهتمة بالشأن الصحي بهدف ترقية وتطوير الخدمة المقدمة للمواطن مع زيادة المراكز والوحدات الصحية بالأرياف وفتح مزيد من نوافذ تقديم خدمة التأمين الصحي بالمحليات والإداريات. واحدة من الأنشطة المهمة بالنسبة لنا اللي يمكن متواصلة من هنا لنهاية العام اللي هو زيارة وفد بنك التنمية الأفريقي، يمكن واحدة من المشاريع الكبيرة المال حالينا في ولاية شمال كردفان وموفرة دعم كبير جدا للمؤسسات من تأهيل وتوفير أجهزة ومعدات. الحمد لله يمكن تنسيقنا مع التأمين الصحي تنسيق كبير جدا وظهر واضح في الأداء الملموس بالنسبة لنا. يمكن احنا نطمح ان احنا في بدايه العام 2020 انه يكون عندنا مستشفى بتاعت طواري بمستشفى جبره الشيخ، لان دي واحده من طرق بتاعت المرور السريع. عبرت وزاره الصحه بشمال دارفور عن تخوفها من انفراط عقد الصحه برغم انخفاض حالات الاصابه بالملاريا خلال الاسبوعين الاخيرين من 25,000 حاله الى 13,000 حاله واربع حالات وفاه بالملاريا. وكشف مدير وزاره الصحه سليمان ادم ادريس كشف في مؤتمر الصحفيين بالفاشر عن اكتشاف اكثر من 30 حاله حمى مجهوله منها 11 حاله حمى ضنك، مؤكدا معمليا وابدى تخوفه من انتشارها خاصه في ظل التوالد الكثيف للبعوض. وزارة الصحة بشمال دارفور تدق ناقوس الخطر، فالوضع أكبر من أي يحتمل، فبرغم الجهود الولائية لاحتواء الملاريا والحميات، وبرغم انخفاض حالات الإصابة بالملاريا من 15,000 حالة إلى 13,000 حالة الأسبوع الماضي، إلا أن انتشار البعوض الناقل للحميات يشكل هاجسا كبيرا بالإضافة لقلة الكوادر وانعدام الدعم الاتحادي. لاحظنا أنه انخفاض حالات الملاريا بنسب قليلة، يعني مثلا الأسبوع الماضي 15,000 حالة كانت من التقارير الواردة من مؤسساتنا العلاجية، والأسبوع الحالي آخر أسبوع كان 13,000 حالة، معناه في انخفاض، لكن ما زالت على الرغم من انقضاء موسم الخريف لكن هذا الوضع ما زال مستمر، وبالتالي نحن نحتاج إلى دعم كبير من المؤسسات الاتحادية، خاصة وزارة الصحة الاتحادية وشركاء وزارة الصحة الاتحادية من المنظمات. لدينا هم الضنك موجودة، وحتى الآن سجلت 32 حالة منها 11 حالة حالات مؤكدة معملية. أكثر من 400 كادر متطوع في مدينة الفاشر لوحدها يكلفون وزارة الصحة أكثر من 700,000 جنيه شهريا، وهو ما يفوق قدرة الولاية على دفعها في ظل نفاذ دعم المنظمات المخصصة للصحة. لدينا في الأرض أكثر من 461 من الكوادر المتطوعة المدفوعة الأجر حقيقة، في كل 5 أيام ندفع تقريبا 700,000، وهذا مبلغ كبير لا تستطيع الولاية ولا وزارة الصحة الولائية وحتى شركائنا رفعوا يدهم الآن، يعني لأنه الدعم اللي بيعطون دعم مقدر لكن انتهت، وبالتالي احنا محتاجين من وزارة الصحة الاتحادية ان تولي اهتمامها. اما على صعيد الوضع العلاجي، تقول وزارة الصحة ان الوضع الدوائي مطمئن برغم تباين تركيز الادوية، موضحة ان عددا من الحالات لم تستجب للعلاج بالبروتوكول الجديد مما يتطلب اجراء دراسات لمعرفة مدى فعالية الدواء. الأدوية ما عندنا فيها مشكلة، خلاف بس بتواجهنا مشكلة في التراكيز بتاعت الأدوية. الأدوية متوفرة لكن بس بتراكيز، يعني في بعض التراكيز ما موجودة، فدي إن شاء الله نتمنى أنه يتوفر لنا من وزارة الصحة الاتحادية إن شاء الله بقية التراكيز. لكن المشكلة الكبيرة المتواجهنا هنا في الجانب العلاجي اللي هو مشكلة الكادر. إدارة طوارئ تقول إنها بذلت جهود لاحتواء الوضع الصحي، إلا أن كثافة توالد البعوض على مستوى المنازل يمثل أكبر هاجس لها، وفي ذات الوقت تقول إنها وسعت منافذ تقديم الخدمات في مناطق الهشاشة وعززت من طرق مكافحة النواقل. فتحنا كمية كبيرة يمكن في من المراكز الإضافية لعلاج الملاريا حتى نفك الزحمة بالنسبة للمواطنين، يمكن في كمية من العيادات في معسكرات بشوك السلام، عندنا عيادة في معسكر زمزم وعيادتين في مدينة الفاشر، وحاليا فتحنا عيادة إضافية في معسكر نفاشة، ونحن إن شاء الله مستعدين إنه نضيف الخدمة في أي منطقة حالة الملاريا فيها مرتفعة إن شاء الله.
والآن الشغل مكثف بصورة نوعية على كل المحاور، سواء كان مكافحة بعوض الناخل للملاريا أو بعوض الناخل للحميات النصفية، وحقيقة هذا العمل محتاج لدعم كبير. على الرغم من الجهود الولائية الخالصة لاحتواء حالات الملاريا بشمال دارفور، إلا أن الوضع الصحي يحتاج لدعم أكبر من الجهات المختصة بتوفير الكوادر المدربة والأجهزة والمعدات التي تساعد في مكافحة الأمراض. ياسر آدم حسن، قناة الشروق، ولاية شمال دارفور، الفاشر. أعلن الاتحاد السوداني للعلماء والأئمة والدعاة رفضه لخطاب الكراهية واعتراضه على إطلاقها جزافا، وأكد أنه ضد تعبيرات القدح الاستعلائية وخطاب الإقصاء. وقال رئيس الاتحاد الشيخ النعمان محمد صالح في مؤتمر صحفي بالخرطوم حول خطاب الكراهية وانعكاسه على المشهد السياسي إن الاتحاد يهدف إلى توحيد كلمة أهل القبلة ويسعى إلى التقارب بين الأفكار المطروحة في الساحة ونبذ الاختلاف والتنافر الذي يقود إلى العنف والشتات والتفرقة، ودعا إلى ضرورة توجيه الآئمة والدعاة وتمكينهم من أداء دورهم المنوط بهم في ميادين الدعوة إلى الله بالحسنى. نحن كمسلمين وديننا يعيش فيه اليهودي والنصراني ويعيش فيه غير ذلك، والدين أعطاهم حقوقهم، فلا نعتدي على آخرين ولا نقبل أن يعتدى علينا في ديننا. فالكراهية كل خطاب يشير إلى ملة من الملل بالإساءة. ومن جانبه قال نائب الأمين العام للاتحاد الشيخ قسم الله عبد الغفار إن خطاب الكراهية أصبح منتشرا بصورة مزعجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه يعيد الأمة إلى العقلية الجاهلية. وأكد أن دور الاتحاد هو في معالجة القضايا التي تؤدي إلى الفتنة ونبذ الكراهية ونشر التسامح والتعاضد والسلام والرحمة بين الأمة. نسعد بإذن الله تعالى أن تجتمع كلمة الأمة وأن تسعى لنهضة الصف ووحدة الكلمة، وهذا الخطاب دور في التوجيه، وهو ما هو إلا قطرة في بحر يجتمع فيه كثير من الناس، العلماء والأئمة والدعاء والأحزاب، لنجمع كلمتنا ونوحد صفنا وننهض بأمتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى يجمع الصف ويوحد الكلمة، هو لي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. افتتحت ولاية كسلة عددا من المرافق التعليمية بمحليات كسلة وريف القربة وريف كسلة. شملت المرافق مدرستي أساس وتوزيع حقائب مدرسية للطلاب. وقال رئيس مجلس إدارة منظمة الفجر الخيرية إن تكلفة المشروعات بلغت أكثر من 6 ملايين جنيه، وهي عبارة عن منحة من خيرين من دولة الإمارات العربية المتحدة. في ظل الظروف المتعاقبة والتي تأثرت بها البنية التحتية للتعليم بولاية كسلة خلال الأعوام الماضية جراء تعرضها للسيول والأمطار، وفي ظل هذه الظروف ظهرت بعض المنظمات المنفذة لعدد من مرافق التعليم. منظمة الفجر الخيرية أسست مدرسة للأساس بمدينة القربة وأخرى بكسلة بجانب تشييد سور مدرسة الشريفية الثانوية، وقد راحت المنظمة في عملية التنفيذ كل المواصفات المطلوبة. هذه المدرسة كانت المنطقة في حوجة شديدة لها نسبة، لأن سكنات الجيش خارج الحامية، والمدرسة القديمة كانت بتبعد غرابة 1.5 كيلو، وهذا مما يجعل المعلم والتلميذ يعاني من البعد. أجمل ما في الأمر أن هذه المدرسة يعني صممت وأنشئت على نظام 6 فصول، ونظام 6 فصول نحن بصدد الآن التغيير الذي سيحدث في العام المقبل بإذن الله بدخول المرحلة المتوسطة. تعتبر هذه أول نواة في ولاية كسلة للمدرسة الابتدائية. ويبدو أن منظمة الفجر التي امتد عملها ليشمل عدد من الولايات نفذت العديد من المشاريع الخيرية بولاية كسلة، معتمدة في تمويلها على المنظمات الخيرية من الدول الصديقة. تتكون من 6 فصول و3 مكاتب بالإضافة إلى الحمامات والسور الخارجي، واليوم نفتتح كذلك مدرسة أبو السعود تتكون من 3 فصول وحمامات. هذا المشروع ممول من جمعية دبي الخيرية من دولة الإمارات العربية المتحدة، وبتمويل مقدر يتعدى حوالي 6 مليون جنيه سوداني.
ما تقوم به المنظمات من عمل يتعلق بتشييد دور التعليم ينبغي أن يصحبه عمل متكامل من السلطات يعنى بتوفير البيئة المدرسية الجيدة للطلاب والمعلمين في ظل الواقع الأليم الذي يعانيه الاثنين معا. ولاية تعمل جادة لكن ضيق ذات اليد، وهنالك أشياء كثيرة جدا في وزارة التربية والتعليم. الآن نحن في تحدي، نتحدث عن مجانية التعليم في الأساس وإلزامية التعليم في نفس الوقت، ولدينا هذه العوائق التي هي أمامنا، فلا يمكن أن يستقيم الأمر بهذه الحالة، لكن نطمح أن يكون لهذه الأمور كلها معالجات في المستقبل القريب. المعلم في هذه المحلية يحتاج لشيء من الترتيب، لأنه حقيقة مسافات مدينة خشم القربة بعيدة من بعض، نجتهد نحن وهم في أنه نحن نعمل لنا شكل من أشكال ترتيب الترحيل للمعلمين من وإلى المدارس، لأنه حقيقة المسافات بالنسبة لهم بعيدة. خالد بشير، الشروق، ولاية كسلا.